هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موالاة الكفار فسق، ما المراد بفسقها هنا؟ الفسق الأكبر؟ يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موالاة الكفار فسق، ما المراد بالفسق هنا؟ الفسق الأكبر أو الفسق الأصغر؟ أنا ذكرت هذا، ولا هو أن اللي قلت أن موالاتهم فسق، هذا في القرآن، ولكن كثيرا منهم فاسقون، الله اللي ذكر هذا، وقلنا أن هذا فسق أكبر مخرج من الملة، وهناك فسق أصغر وهو فسق أصحاب الكبائر من المؤمنين. نعم.